موجة رمضان. يسبح الورد يسبح النور يسبح الياسمين والفل. نرحب بكم الكل وين تسمعوا فينا وين توصلكم صوت وتصفيرة زيدة راديو ميد فاك دو بونور. إن رمضان السنة مع راديو ميد رمضان الرزق والمحبة بيان سور. موجة تصبح موجة رمضان معكم من توا من العشرة حتى النص النهار. عمل فينا رمضان ما لبس لبس باش عمل فينا عمل فينا خير وبركة إن شاء الله. اليوم ها الاثنين 11 أفريل عشرة رمضان. عنا مثل القديم نعرفوه من الجد ومن بعد نحكيه في حكاية جدود نحكيه عليه دجا. يقول لك وصل للحداش تاش شما زيل سعدك يا فعل الخير. يلا نهاركم زين إن شاء الله كله خير وبركة. فقرات كل عادة متنوعة فقراتنا القارة تستنى فيكم. نذكر اليوم عنا حكايات عنا حاجتين اليوم فيهم ربح وبرشة جو برشة جو برشة ربح برشة فيل برشة برشة موجات إيجابية مع راديو ميد. دونك في ساعتنا الثانية نذكر أنه ديما تجينا أمل بالحوت بليل في حكاياتها. واسمع مني بعد أخبار الأحداش عنا زيدة اليوم باش نبداو هي حكاية وفكرة مزيانة برشة اللي هي دبرتنا عليك إنك تكلمونا وتعطينا دبارة من عندك. احنا مش نخليوك ديك فارغة باش تربح معانا باش تعطينا دبارة بعد الأحداش وتربح معانا. اي نعم دونك على خاطر نحبوكم باش نربحوكم. ديما الربح موجود مع تونيفيزيون. دونك تكلمونا على 72 328 500 تعطينا الدبارة واحنا نربحوكم زوز تذاكر لحضور عرض المايسترو بسام الحمراوي. نعاود ما عليك كان تكلمنا على رقم 72 328 500. انت تعطينا الدبارة واحنا نعطيوك الكادو والكادو متاعنا نذكر انه زوز تذاكر لحضور عرض المايسترو بسام المايسترو لي بسام الحمراوي. برشا برشا ضحك وبرشا جو. دونك مش عنا اخر عنا كل خير. بعدها جينا فقرة حكاية جدود مع مليكة مليكة سنوسي اللي باش تحكي لنا حكاية وتعطينا مثل وبعد تعطينا تنشينا. اي نعم عنا تنشينا وكيما الاثنين اللي فات الربح فيها باش يكون قفة مزيانة برشا قفة بالحلفة وبالقميش العربي المزيان من عند مهديت من عند خالد لمسيد. دونك زيدة معليك كنت تكلمنا 72 328 500 أو كتقول يا إما باش تعطينا دبارة يا إما باش تعطينا حل تشنشينا. وإذا كان باش تعطينا حل تشنشينا يزمك تسمعنا تسمع فقرة حكاية جدود مع مليكة السنوسي إن شاء الله بعد 11:15 وبعدها بيان سور تجينا الفينومين نوسة العزيزي. في ساعتنا الأولى كالعادة عنا دبارة وعنا المرشي وعنا برشا حكايات. ونذكر أنه اليوم عنا فقرة صحتك في صحنك. إيه نعم صحتك في صحنك النوتريسيون. اليوم كما كنا عارفين مع أخصائي التغذية نسرين أزميتري اليوم نسرين باش تحكي لنا على رجيم الماكلة الناس اللي عندهم مشكل في المرارة. جوستومون تقريبا عنا برشا نعانيو منها الحكايه اكل سوء الهضم والحكايات هذيك وقيت وعملنا 10 ايام في رمضان نحسوا انه بديت بدينا نتقلقوا. دونك باش نحكيوا في المشاكل هذه ان شاء الله واسم الله عليكم من كل وجيعه ومن كل اقلاق. دونك احنا ديما من قلنا من اول رمضان نحبوا نسيموا صيام سليم صحي. واليوم دبرت اليوم ناكدكم ان حاجه غبيد وصحيه وعندكم ما تسمعوا مع الشيف ايه بالشيبي بعد شويه دينا ايه. لكن قبلها نمشي للفي نسمع حظنا واش يقول لنا ولا براجنو تقول لنا. وبعدها عنا الغنيه كوتكور اليوم محليها نهديها للمزيانات الكل. اي نعم الحراير الكل اللي وقفت في كوجينا وتعبت وصنفت وقديش نتعبوا ساعات ندخلوا بعد صلاة العصر نخرجوا كان بعد المغرب ساعات يبنى علينا مازلنا احنا في كوجينا. دونك لهذيكم اليوم عنا ليهم اغنية محليها واللي هي محمد الجاموسي يقول اصل الزين في العينين للحراير الكل نهديها ميساج تغشوا عليا رجال خاطر نسي تعبه. يلا نبدا برج كاش يقول لك وعنا دينا غنيتنا وبعد نرجع لدبرتنا.
برجك ايش يقول لك؟ صباح الخير ومرحبا بكم في برجك ايش يقول لك. نبداو بالحمل. عندك لقاء مهم على الصعيد العملي تحدد من خلاله مشاريعك للمرحله المقبله. الثور، فما افكار مميزه باش تطرحها، لكن ادرس مليح التفاصيل قبل ما تبدا فيها. الجوزاء، ابعد على الشك في علاقتك مع الحبيب، خاطر هذا ممكن انه يدمر العلاقه بينتكم، وحاول انك تسمعوا وتفهموا. السرطان، ابعد على المجازفات وما تكونش متسرع، ما تسمعش كلام الناس اللي نواياها سيئه تجاهك. الاسد، عندك شوية ضغط في العمل، حاول انك تطلب المساعدة من اصدقائك المقربين باش تسيطر على الوضع. العذراء، ابعد على العناد واسمع الافكار اللي يقترحها عليك الشريك في حل الامور العالقة. الميزان، تسترجع مكانتك الطبيعية في العمل، نجاح خير متوقع يستنى فيك، وهذا الكل باش يخليك انسان ايجابي اكثر. العقرب، مفاجأة على الصعيد العاطفي تستنى فيك، ممكن انها تغير مجرى حياتك الكل، باش تحس براحة نفسية كبيرة وتعرف تطور كبير على المستوى العاطفي. القوس، عندك حيوية كبيرة وقدرة انك تطور من روحك في العمل، وهذا يعزز موقعك ويخلي مستقبلك افضل. الجدي، مرحلة جديدة تستنى فيك مليئة بالحظ، وحاول انك تستفيد من المرحلة هذه قد ما تنجم. الدلو، لازمك تحسن من ادائك في العمل، على خاطر الانظار الكل موجهة ليك، ممكن انك تواجه عراقيل تخليك تحس بالارتباك. ونختمو بالحوت ونقول له، تتجاوز سوء التفاهم بينك وبين الشريك، حاول انك تبرمج عشي رومانسي باش ترجع الامور كيما كانت واحسن. كانت هذه ابراج اليوم، ان شاء الله نهاركم مبروك. برجك ايش يقول لك؟